الفن هذا لا يدرس في تونس، لذلك أنا سافرت وتغربت ومشيت قريت البرة وتعلمت وخذيت فيه الماجستير، ورجعت بعد سنوات من الأبحاث والتجريب لتونس وقاعدة ننشر فيه. قدر ما انه كان انه انا كانت عندي الجرأة والقدرة اني تشجعت ومشيت بحثت عليه، خطر تعرف الابحاث والدراسات ماهيش مدة شهر ولا ايام، هي تستغرق سنوات يعني البحث باش تنجم تخرج اولا عنده يعني العلاقة التاريخية لهذا الفن وتقنياته واساليبه، معناتها يعني التجربة لازمها عدة سنوات وغربة وبرشا يعني جرأة وتضحيات بالاحرى.